حسب التعاون لو جيت حللت الوظائف التعاون ممكن اضعف خطوط فيها الخطوط الخلفيه. نعم. الدليل على كده انه التعاون كان زي ما ذكرنا في عدد المباريات بيكون مقدم عروض طيبه جدا وبيكون منتصر بيجي نتيجه المباراه بعامل اخطاء دفاعيه، وحتى في كره الاتحاد كان برضه باخطاء دفاعيه وحتى حارس المرمى برضه. لكن التعاون مميز جدا في المقدمه الهجوميه ومميز جدا في خط الوسط. وبالمناسبه التعاون يكسب المباريات اللي مثلا اسلوب الخصم لو لعب حاول يلعب بلعب هجوم على طول، يعني لعب مفتوح، ده المباريات اللي عايزه التعاون. ليه؟ لانه التعاون مميز في الهجمات المرتده لانه دفاعه سيء، فهم بيلعبوا كلياتهم على الخط الخلفي، بعد ذاك بيبدوا باسلوب الهجمه المرتده، في ده بيشكلوا خطوره وبيقدر يكسبوا المباريات. لكن الفرق اللي بتجي تلعب معاه بتوازن في خط الوسط والدفاع، التعاون هنا بيعاني لانه في صراحه حتى مش المنظومه الدفاعيه، حتى العناصر الدفاعيه نفسها فيها اشكاليه في التعاون صراحه. نعم. حتى الاسماء نفسها بعض الاسماء فيها اشكاليه صراحه في التعاون. نعم. عايزه ترتيب اعاده ترتيب في خط الخطوط الخلفيه بما فيهم حارس المرمى. حارس المرمى برضه وان كان مرات بيكون مستواه، لكن في اغلب الاحيان مستوى ما بيكون قدم هو مستويات كبيره مع التعاون. نعم. لكن هذا الموسم واحد فترات كده بيكون مستوى طيب لكن ما ثابت. نعم. لكن الخط الاضعف والعايز اعاده نظر فيه وخط الدفاع. التعاون ما بيشبه الخطوط المميزه اللي هي خط الوسط والهجوم. نعم. كابتن